مع وليداتنا كاملين كنستافدو وكنحاولوا نتعلموا وكنحاولوا كذا كنتجاوزوا كل المحن والمصائب. تاخر النطق فعلا المساله كتضايق كيف ما قلت وكتوتر الاهل خصوصا الامهات اللي كيفرحوا بالاول كلمه تنطقها الوليد عندهم. شنو هو السن المناسب اللي تبداو الوليدات تتكلموا؟ غادي يجاوبنا على هذا السؤال عثمان العموني. مشكور كثير على حضور معنا في بلاطو لاله فاطمه. اول حاجه اخت فنيس مروض النطق باش ياخذون المسميات المعلومه. عثمان صباح الخير. صباح الخير هلا. مرحبا بك. دونك اول حاجه غادي نبغي نديرها هي واحد التعريف تاع الترويض تاع النطق، حيت حنا عندنا هنا الناس في المغرب كيسمع الترويض تاع النطق، يعني بالنسبه ليه حنا كنقدوا النطق تاع الوليدات صافي. هذه واحد الغلط عندنا. دونك حنا كمروضين تاع النطق عندنا بزاف تاع المجالات كنختصوا بهم وكنعالجوا العديد من الاضطرابات. فعندنا اللغه الشفويه واللغه الكتابيه. فعندنا مثلا التمتمه، هذوك الوليدات اللي كتوحل لهم الهضره. هذا اول حاجه. عندنا كذلك عسر القراءه او الكتابه كتسمى بلا ديسلكسي. عندنا كذلك اضطرابات الصوت او الكلام، البحه الصوتيه، الشفه الارنبيه. عندنا كذلك بعض اضطرابات السمع بحال الوليدات اللي كيديروا عمليه جراحيه على القوقعه وكيزرعوها. عندنا كذلك بعض اضطرابات الذهنيه والجسديه مثل التتلت الصبغي لا تريزومي 21. عندنا لي زي ام سي والشلل الدماغي والتوحد. وعندنا بعض الامراض الجسديه. هذه كلها داخله في التخصص ديالكم عثمان. ياك انتم كترويض طبي ولا كمروض فانتم كتحاولوا تعاونوا هاد الوليدات وهاد الاباء كذا كتجاوز هاد المحينه هذه كامل. حنا اليوم خصصنا في اول يمكن مشاركه ليك في بلاطو لاله فاطمه غادي نتحدثوا على تاخر النطق. اكيد حنا غنتحدثوا من صفر حتى ثلاث سنوات. هاد المرحله العمريه حنا دائما الوليدات في مراحل كنواكبوهم بكل صغيره وكبيره، تنفرحوا لما تبدا اول مره تبدا تنطق ديك ماما بابا ولا تبدا يحرك شفتين ديالو، فكلنا كنفرحوا الله نطق بسمي انا الاولى، ولا الاب تيقول لا انا نطق بسميتي انا الاول. فهلا شرح لنا العمليه كيفاش كتكون. العمليه كيفاش كتكون؟ حنا عندنا الوليدات ملي كيتزادوا حتى ال 40 يوم من الحياه ديالهم تمعاد كنكونوا دخلنا النمو اللغوي للطفل. هذه المرحله هذه الطفل عندنا كيبدا كيسمع الاصوات وكيبدا كيستجب لها. دونك تقدر ديك الساعه تبدا كتعيط ليه، كيدور راسو، كيبدا كيحاول يعاود بعض الاصوات، واول اصوات كيقولهم الوليد او لا سيلاب الا بغينا نقولوا يعني كتكون هي با ما كاع الاصوات اللي كتكون كتدخل فيها غير الشفتين ما كتدخل فيها حتى شي جهاز اخر فوناتوار ديالنا. دونك هاد الحروف هادو بحال بالنسبه للوليدات الصغار اللي كيقول لك بابا ماما اول مره كيقولها، هذا ما كيكونش في حد ذاته بصح حيت قال سميه تاع بابا هي بابا، لا كيكون قال غير جوج تاع الحروف اللي ملاصقين بيناتهم بحال حرك غير الشفتين ديالو هو ما نطق حتى شي سميه، باقي ما عارفش شو دارك. انا راه فعلا المعنى ديال هاد الكلمه هذه اللي قال. دونك عندنا هاد الشيء حتى لسن 6 أو 8 أشهر على حسب لو ديفلوبمون تاع كل دري، يعني النمو ديالو. حيت كاين شي وليدات ماشي تأخر كنحسبوه لا، غير هما في العائلة كيتأخروا في الكلام ولا في المشي. إذا هذه عملية المقارنة تنبداو نقارنوا مع ولاد الجيران مع ولاد العائلة مع هذا خطأ. هذا خطأ. كل واحد فينا عنده غادي نقولوا لو ديفلوبمون ديالو. كاين وليدات اللي كيمشيو بالزربة، كاين وليدات اللي كيتأخروا شوية عليهم. دونك المقارنة ما غاديش تنفعنا في شي حاجة. واخا إذا الوالدين ما عندهمش يخافوا في هذه النقطة. ما عندهمش ما يخافوا بتاتا. دونك عندنا من 6 حتى 8 اشهر الوليدات ديك الساعه عاد كيبداو كيحاولوا يقلدوا الاصوات، كيشوفوا الناس اللي دايرين بهم كيدوي وكيحركوا الشفه ديالهم كيحاولوا يهضروا. دونك حتى هما كيدخلوا في هاد لابوكل اوديوفوناتوار يعني كيسمع الصوت وكيحاول يقلدوا. تبدا في المرحله الاولى غير تقليد. فوالا كيبدا غير في التقليد. بعد ذلك عندنا من 9 حتى 12 شهر هنا الطفل كيبدا كيصدر اصوات فاش كيكون باغي شي حاجه، يعني باغي يشرب، باغي هذه باغي هذه، هنا كيولي بلوس هو كيتحكم في هذوك الاصوات اللي كيقول. كيبدا يوطفها باش ياخذ الحاجه اللي بغا. دونك عندنا هنا من بعد من 30 شهر حتى ل 3 سنين ونص. هنا عندنا الطفل هنا كيبدا كيصوب لنا بعد الكلم بعد الجمل. هي كتكون ديمو فراز، يعني جمله كتكون غير من جوج تاع الكلمات ما عندها حتى شي رابط بينها. بحال دابا كيقول لك الماء، انا الماء، ما كيقولكش ما كيكونش اون ليزون بيناتهم، يعني انا بغيت نشرب الماء، لا كيقول لك غير انا الماء. هادو كيتسموا ديمو فراز. يعني هذا هو اول هو ما تعرفش ديك الساعه يركب جمله كامله. لا لا هذه كتكون هي اول جمله ديالو. يعني كتكون غير من جوج تاع الكلمات ولا ثلاثه ما كاينش رابط بيناتهم. لي مود ليزون ما كيكونوش باقيين اونكور اكيز. دونك فوالا هذه كتكون من 30 شهر حتى ل 3 سنوات ونصف. وابخي كتبدا لاكيزيسيون دو لونغاج ديالو.
واش كيلعب الدور ديال المحيط عثمان دور كبير؟ اهم حاجه تسريع عمليه نطق الوليدات مثلا، كان الام كتهضر مع ولدها ولا داك الغياب اللي ما كاينش ديال الام نهائيا، ما كاينش مع ملي كيتحدث الطفل، كيلعب دور بيان سور. هذا هو اهم دور عندنا في النطق، يعني كبروسيسوس. اهم حاجه عندنا هي لا بريزونس تاع لي بارون، الحضور ديال الوالدين، الحضور ديال الوالدين في حياه الطفل، ولونجاجمون ديالهم. يعني لونجاجمون ديالهم وكيفاش كيتعاملوا مع هذا الولد هذا، حيتاش كاين حنا عندنا الاغلبيه تاع لي بارون كيقول لك كتلقى ماما خدامه ولا بابا خدام بجوجهم، كيقول لك لا حنا دابا غادي نمشيو نخدموا نخليو الوليد هذا مع المربيه، حنا خصنا نمشيو نجيبوا ليه غير الفلوس باش نقادو الامكانيات ديالو، حنا كنقلبوا الماديات والامكانيات. الوغ كو لا، المراه الا جلسات في البيت مع الولد ديالها وعطاتو واحد الوقت وتواصلت معاه، هذا غادي يكون افيد بالنسبه ليه واحسن بالنسبه ليه. بطبيعة الحال هنا كاين خصوصا بداية ديال النطق ديال الطفل كتكون واحد تمتمة شوية خفيفة، تيكون واحد عركلة في الكلام. واش أنا مثلا الوالدين يخافوا؟ ما عندهمش علاش يخافوا، هاد التمتمة اللي كتكون في الأول هذه تمتمة عادية بالنسبة لاكيزيسيون، حيتاش الولد كيكون كيوصل واحد الكم هائل من المعلومات ولكن هو ديك الساعه كيخصو يتخطا ويخرج منهم غير شي وحدين. دونك عنده لو شو بحال دابا باش يقول مثلا ورقه في كتاب، هادو كلهم بالنسبه لي كيعنيو نفس الحاجه، دونك انا واحد فيهم غادي يستعمل لو طون تاع لو تريتمون دو لانفورماسيون كيتمتم. دونك هذا ماشي الارمون بالنسبه لي بارون، بالعكس هو عادي، كاين في لو ديفلوبمون تاعو في النمو العادي تاع الطفل، ما عندوش من شي تخلعو. طيب اللي باغي يتواصل اكيد مع الموضوع الحلقه ديالنا اليوم، تاخر النطق عن بعض الوليدات، هذا المشكل قلنا اللي كيتارقنا حنا كاولياء امور كاباء كامهات، اللي كون حاب ان يستفد من خبره ديال الضيف ديالنا اليوم في الفقره الثانيه اش اخبار الوليدات، عثمان العموني اللي هو مروض النطق اللي دائما غيساعدكم على كل اسئله ديالكم، دائما على ارقامنا 0522 31 33 33 او رقم ثاني اللي هو 0522 30 30 صفر صفر، أو كذلك ممكن تكتبوا لنا التعليقات ديالكم على صفحة الفيسبوك راديو ام اف ام اوفيسيال، يجاوبكم على كل الأسئلة ديالكم. طيب عثمان، هاد العملية هادي أكيد كيف ما قلنا كيخص متابعة مرافقة، التمتمة ماشي مشكل، أنا كنتجاوزوها بطبيعة الحال في مراحل التطور العمري ديال الأطفال ديالنا. هنا لما كتبدا الطفل كيمشي للمدرسة، حنا كنعرفوا أن في السن المبكر تيمشي تقريبا عامين أو عامين ونص، ثلاث سنين كيمشي يقرا. هنا اكيد العمليه ديال تطور النطق ديالو كتطور اكثر، كتديفلوب اكثر، تيولي تيتعلم، تيولي مع صحابو، تيولي مع المربيه ديالو، هنا كيولي كيخصنا نعلمو بزاف وتنحفظو اكثر من الكلمات. واش هادشي ايجابي في حد ذاته ولا لا؟ هادشي ايجابي من واحد الناحيه، هي اننا اول حاجه خصنا نديرو يعني خصنا نعطيو واحد الوقت اللي يكون، ما عرفتش كيفاش غادي نقولها، مي يكون كاليتاتيف ماشي كوانتيتاتيف. يعني واحد النوعيه ماشي الكميه. يعني المراه الا جلست مع ولدها واحد نص ساعه في النهار وخصتها ليه بوحدو وجلست معاه وكان كونتاكت فيزوال مزيان وعرفات توصل لي لانفورماسيون، حسن ما تجلس معاه النهار كله وتعطيه واحد الوقت ولكن ماشي بالكيفيه اللازمه. دونك هنا اللي كنصح المواد فاش يكونوا خدامين او جالسين في الدار، يخصوا واحد ساعه ولا نص ساعه الولد ديالهم تفرغ من كل شيء، تحيد التليفون، تحط في التلفازه، تحيد كل شيء وتجلس هي وولدها تيت ا تيت وتخدم معاه. يكون واحد التواصل، هو تواصل عاطفي وتواصل ايجابي اللي غادي يحاول يساعد النمو. تواصل عاطفي مهم في هذه المرحله هذه. عثمان كاين شي تمرينات، كاين شي تدريب، كاين شي تقنيات ممكن مثلا نعلموها الامهات ديالنا يستافدوا؟ وي الامهات يعاونوا وليداتهم على النطق؟ بيان سور بيان سور. الامهات اللي يقدروا يديروا عند وليداتهم فاش كيكون في لو نيفو داكيزيسيون تاع لو لونجاج ديالو، غادي خصها اول حاجه تكون فاش تبغي تخدم مع الولد ديالها تكون جالسه هي وياه، يكونوا في لو ميم نيفو تاع لو كونتاكت فيزوال تاعهم، يعني الوليد الا كان جالس فوق الكرسي تجلس في الارض، الا كان هو جالس فوق السدر على نفس المستوى. فوالا، يكون ماشي هي تكون عاليه عليه ولا يكونوا عينيهم في نفس المستوى. إيه؟ اول حاجه غادي دير سي تقدر تبدا تعاود معاه لي مو كوتيديان تاع كل نهار، يعني هذه بطاطا، هذه مطيشه، هذا موس، هذا ستيلو. من بعد ملي الوليد كي كون صافي اكتسب هذه المعلومات هذه، غادي نطوروا واحد شويه لو لونغاج، يعني غادي ندوزوا من لي مو سامبل، غادي نزيدوا كلمه اخرى بحال دابا هذا عاود، هذا عاود كحل، هذا عاود كحل كبير، يعني غادي نبقاو كنزيدوا تدريجيا في الكلمات هنا باش كنطوروا ليه لو لونغاج تاعو واحد شويه. الخطا اللي توقعوا فيه يمكن اغلبيه الامهات ان ما تنعطيوش الاسم الحقيقي ديال الاشياء، ديما تنصغروها لانه وليد صغير ما تيفهمش، مثلا تيتي نيني كذا، هاد الصغير في حد ذاته واش هو ايجابي تيعاون الطفل ولا تي هادشي سلبي بالنسبه للطفل؟ سلبي. وي وي، الطفل كيخصو يعرف الكلمه اسمها الحقيقي والمعنى ديالها الحقيقي من الاول،
يعني بلاص ما نقول ليه تيتي لا خصنا نقول ليه سير جلس اجي تاكل سير تناس انا باش كيكون واحد لا كومونيكاسيون يعني اللي كتكون ايجابيه بينه وبين الطفل حيت من بعد هادشي يكون عنده عواقب على لو لونغاج ديالو كيبقى هو كيستعملها من بعد دونك دوكو احنا غادي انستاليو من بعد خصنا نعاودو نحيدو ما تبقاش يفرق بين الاسم الحقيقي وبين اللي كنديرو حنا في الوسط ديالنا بحال دودو نيني ميمي تيتي هادو هذا الصغير هذا من الاحسن نتجاوزو ولا نتفاداوه ندوي مع الطفل كيف ما كندوي مع واحد الشخص اللي عادي اللي هو كبير عادي تفهمني غادي نمشيو نعرفوا اراء اولياء الامور معنا يمكن اب دريس صباح الخير دريس اهلا مرحبا بك لاباس عليك الله يبارك فيك دريس مرحبا بك شكرا ونشكروا الدكتور رينا الله يطول عمرك خويا دريس مرحبا بك دريس منازل انا لك نفايق لك هذه اليامات اييه دريس واحد الوليده اللي ما تنتقش مزيان وما تيمشيش عنده 4 شهور ونص اربع سنين ونص ايوا انت عطيتينا فكره حنا جبنا لك اليوم عثمان باش غيعاونك مرحبا مشيت ما خليه تيتبع كينا ونص النهار تيشرب واحد عاطيها ليه الطبيب ولكن شي امان باش يقول لك اودي راه يصيب الراحه ولا ما يصيب الراحه دينا البني من الله دينا القلعه ما خلينا لمراكش ما خلينا فين دينا ما شنو قلتي كياخذ ادويه واش عنده شي مرض معين مريض وقال ما تيوقفش وما تينطقش نهائيا ما تتكلم والو قلت لك عنده 4 سنين وست شهور ما تيقول والو ما تيتكلمش يلا تيقول بابا ماما صافي داكور سي وباقي تنديرو ليه الكوش باقي داقنا والله الا خلا منا ما تخاف والو ان شاء الله ما يكون غير خير ادريس ان شاء الله غادي ماشي دكتور اللي نصحنا ولا شي جمعيه اللي يقول لك اودي راه يصيب الراحه ولا ما يصيبش الراحه ان شاء الله ادريس واخا عرفنا فين نديوه واخا تبع مع عثمان اكيد غادي يشرح لك ويفسر لك بعد اول حاجه هذا الوليد هذا واش طبيعي عادي ولا كاين شي مشكل السلام عليكم سي ادريس قطع الاتصال ورغي سمعك دابا من الراديو داكور حيتاش عندي شي اسئله غادي نبغي نسولو دونك اللي نقدر نقول سي ادريس هنا راه كاين عندنا واحد التاخر بالنسبه للمشي ديالو اييه والكلام ديالو اللي غادي نصحو هي غادي يمشي هي غادي يمشي للوبيتال ولا لا كلينيك غادي يسول على ان بيدوبسي اللي غادي يدوز ليه اون باتري ديفاليوسيون باش يعرف لو بروبليم منين جاي عثمان شرح له بالعربيه باش يفهم باش دريس يعرف فين يمشي بالضبط وي دونك غادي يمشي عند طبيب نفساني تاع الوليدات الصغار هو اللي غادي يعطي واحد التشخيص باش نعرفوا المشكل تاع الوليد منين كاين وهذا التاخر هذا شنو لاكوز ديالو يعني شنو السبب ديالو طبيب نفسي طبيب نفسي تاع الدراري الصغار يقدر يكون عنده مشكل وي طيب غادي نمشيو عند فاطمه اهلا فاطمه صباح الخير فاطمه قطع الاتصال دائما على ارقامنا 05 22 31 33 33 او الرقم الثاني اللي هو 05 22 30 30 00 بعد فاطمه غنمشيو عند اسماء صباح الخير اسماء صباح الخير لاله صباح النور مرحبا بك اسماء هذه اول مره كنهضر معاكم مرحبا لاله اسماء مرحبا بك عندي بنيه صغيره عندها 4 سنين وست شهور اييه نفس الاعراض اللي كتهضروا عليها دابا كاينه عند بنتي نعيش شنو الاعراض اللي كندويو عليها دكتور صباح الخير صباح الخير الاعراض اللي عندها انها ما كتعرفش يعني تركب جمله الحمد لله كتعرف كل شيء كتعرف الحروف بالعربيه بالفرنسي بالانجلي بكل شيء وعندها العقل خدام بزاف انا كل شيء كيشهد عليها في الكاردوري فين كنديها تبارك الله ولكن الهضره ما تعرفش تركب لي جوج جملات داكو. نهائيا واخا نعيا معاها باقا بزاف ديال الكلمات ما كتعرفش ليهم اول حاجه غادي نسولك لاله واش كانت كتقيح على ودنها ملي كانت صغيره كانت كتسير على ودنها بالماء ولا بالقيح ما عمرها ما طلعتها السخانه وقلبتو لقيتو البروبليم ودنها الحمد لله انا ما كانش حتى كتمرض لي بزاف داكو حيتاش حنا كنعرفوا الوليدات باش يدويو معنا خصهم بعدا يسمعونا ياك دونك هنا لو كا ديالها كتقول لي البنيته تبارك الله عليها كتعرف كل شيء وكتقدر تقول كل شيء ولكن ما كتهضرش ياك الالفابي عارف وي دونك انا اللي غادي ننصحكم هنا سيكو غادي تعبروا ديروا لها الميزان ديال السمع تشوفوها واش وي ديتها انا فديتها لكازا ديتها عبرت ليها وكنت خايفه ليها من داك مرض التوحد كنت خايفه ليها من بزاف الحوايج قالوا لي ما عندها حتى حاجه عندها غير تاخر ديال النطق لان هاد الاولى في الدار وما كناش يعني ما كاينش داك الحوار معاها وهداك الشيء هو اللي يكون ولكن انا دابا ملي سمعت البرنامج وداك الشيء قلت نشارك غير نزيد نعرف اكثر عليها داكور واخا هنا غادي نرجع واحد شي شويه للور بنيتها ملي كانت عندها بين 0 و3 سنين كان شي واحد معاها في الدار وي انا اللي معاها في الدار بالحق انا كنقول واقيلا واحد الخطا انا اللي كنت كنتفرج على التلفزيون فوالا احنا جينا هذا مشكل كبير هذا واحد الغلط كيديروه الوالدين كيحطوا الوليد قدام التلفازه كيقولوا ولدي غادي يتعلم المصطلحات غادي يتعلم كلمات من التلفازه الوغ كي هذا واحد الغلط كبير كيديروه لي بارون علاش
حيتاش الوليدات في هذاك لاج محتاجين لا شالوغ اومان، محتاجين يكومونيكيو مع الناس بحالهم. التلفازه صغير اشخاص حقيقيين ماشي وهميين غير في التلفازه تيتواصل معاهم، حيتاش التلفازه كتعطيك لانفورماسيون ما كتسناش من ريسيبسيون، ما كتسناكش ترد ليها هذيك الرساله فوالا. الوغ كو مع الوالدين لا، كيقول لك وكيتسنى واحد الجواب، يعني كتكون واحد لا ستيمولاسيون. هنا لالا في الحاله تاع البنيه ديالك غادي خصها ترويد ديال النطق ياك، اتفقنا، وانتم غادي خصكم تخدموا معاها في الدار. اسمح لي دكتور عي واحد الملاحظه، انا عندي بنيه صغر منها، عندها دابا عام وست شهور. اييه وغتكون كدوي ضرب طلاقه وياها، دابا وليت كنحس واحد شويه انها هي وقالت كتقلد خيتها الصغيره، يعني الاخرى الصغيره كتقول واحد الجمله هي ديما كتحاول معاها، يعني وليت كنلاحظ واحد تغير ولكن غير بسيط ماشي بزاف. وي وي هنا غادي نسولك اختها الصغيره واش وي مرحبا لالا اختها. شكرا لكم بزاف، وانا نحاول ان شاء الله نديها عند شي اختصاصي، والله يجازيكم بخير وشكرا بزاف. الله يبارك فيك، الله يبارك فيك لالا، وحنا لينا شرف نسمعنا صوتك اليوم ونحاولوا نفيدوك في المشكله ديالك. مرحبا بك لالا، مرحبا بك. شكرا بزاف الافاد. غادي ناخذ خالد معنا. خالد الو، صباح الخير خالد. صباح النور، صباح الورد، مرحبا بك خويا خالد. مرحبا بك. الله يرحم دوك، تحيه ليك وتحيه للدكتور الكريم وتحيه للمستقبل. الله يبارك فيك خالد، الله يبارك فيك، مرحبا بك. الله يبارك فيك. هذا خالد النشاط من السيد صالح. اهلا اهلا خالد، مرحبا بك. الله يحفظك اختي، وانا جد سعيد اللي كنتواصل معكم. شكرا على التعليقات ديالك على صفحه رسميه الفيسبوك، شكرا لك بزاف. هذه الله يبارك فيك اختي، وهذه اذاعتنا واذاعه بارك الله فيك خالد. احنا زرناكم تما وسنا اهلنا وحبابنا وخوتنا. يعطيك الخير، يعطيك الخير خالد. وتنقول الله يجعل المحبه لله قلب ان شاء الله يا رب تكون دائما. الاذاعه اللي ما فيها لا غوتي ولا خداع ولا والو، هي اذاعه تعمل فيها. الله يبارك فيك خالد اخويا، الهلا يخطيك. الشرف الشرف كنتواصل مع اختي سمية كريمه. مرحبا بك خويا خالد. انا عندي الولد ديالي نهار واحد تفرع ان شاء الله غادي يوصل العام ديالو. ايه ودابا انا غير هو ولا الى خاصو الماء تيقول ما ولا عيط بابا، عيط ماما، يعيط امي، يعيط با، شحال كي وريتي الصوره ديالو. ايه دابا تيقول با الوالد ديالي اذا كان غايب دابا مثلا ولا هادي تيشوفك، وانا كنت كنبهو بعض المرات شي حاجه تكون مثلا كنقربوا مثلا واش يمكن نخلعوا ولا ما نخلعوش، نقول لك خو ولا كنقربوا مثلا للسوك ولا نقربوا للفريز ديال المقاصه ديال الضوء ولا تنقول لك فوق ولا نقربوا للافيون، واش نطلب من الدكتور واش يمكن نبهو بهذا الشيء هذا ولا نخليه. واخا دابا كنقربوا الخيط ديال الضوء تنقول لك فوق. واخا فهمت الفكره، فهمت الفكره، شكرا يا خالد. وغادي نجاوبك اكيد عثمان، بارك الله فيك اخويا خالد، شكرا لك، شكرا، الله يحفظك الوليد، شكرا. هذه القضيه ديال الفو عندك وي دونك انا اللي غادي نصح السيد سي كو ما يخلعوش، يشرح ليه، يشرح ليه علاش فوالا، يبين ليه الا خلعوه يكون واحد العواقب اخرى، يقول ليه شوف لا هذا راه كيضرب الضوء، هذا راه كيحرق، هذا راه خايب ما تقربش ليه. داكوغ ما عندناش نخلعوا دري صغير. هو خايف عليه دابا خالد، هو خايف عليه. طيب غادي نمشيو عند ابو صفاء. اهلا ابو صفاء. الو السلام عليكم سيدي. الله يبارك فيك، مرحبا بك خويا. اختي دابا سمعت من سلسله، كانت سلسله بالقياح شويه بالماء وشويه بالقياح. وي الوديده ديالها؟ الوديده ديالها، ودابا انا سمعتها وبحال تخلعت كاع. خلعتي؟ لا واحد ما غاديش نخلعوك ابو صفاء. شحال في عمر صفاء؟ ما شاء الله، شحال في عمر؟ عندها تقريبا 7 شهور و8 شهور تقريبا. 7 شهور و8 شهور، واخ. وهذا المشكل هذا ديتيه عند الطبيب ولا خليتيه غير في؟ وتقريبا على هذاك لعبوا بحال ماشي مشكل، واش السنان خرجوا ليها بقمت هذاك الحوم معطل على سنينات؟ انا ما سمعتش مزيان، شو قلتي ابو صفاء؟ قلت لك ما تحبوش شويه باقي تلقى صعوبه، واش خرجوا ليها كاملين هما يعني الحبو ديالها باقي ما كتحبوش مزيان، ولكن السنينات بدات بسنينات هما الاولين ياك؟ واخ ابو صفاء شوفي اختي سمية الله يخليك. نعم خويا بغيت على البرنامج في التليفون شويه نحاول بك مرارا ما تيشكليش ما كتقبلكش. ممكن تتواصل معنا عن طريق الصفحه الرسميه الفيسبوك، بعث لينا بالاسئله ديالك، ما كاين حتى مشكل ابو صفاء. صافا قطع اتصال. طيب داكوغ غنجاوبو على هاد القضيه هادي. دونك انا اللي غادي نقول مشكل. وي ابو صفاء اللي غادي نقول ليه 7 شهور 8 شهور الا كانت بصح حيت كتقيا الحال ودن تاعها وكيهبط منها القيح والماء إيه؟ يعني غادي يمشي غادي عند الميديسان تريتون تاع طبيب ديال الانف الاذن والحنجره إيه؟ اولا البيدياتر الطبيب الاخصائي تاع البنيته ديال الاطفال فوالا غادي ديه عنده غادي يعطيه التقطرات ديالها ولا غيعطي له تريتمون اللي غادي هو الماء. هو ما عندوش منها شي خاف، هادشي عادي كاع الوليدات كيدوزوا من هاد المراحل إيه؟ غير ملي تمرض ليه الودن ديالها، تمرض ليها الودن ديالها يدها عند الميدسان، ما يخليهاش في الدار. ما يخليهاش في الدار واخا. طيب عثمان
نعموني يمكن نحن لضيق الوقت ما بقناش بزاف ديال الوقت. كان بزاف دار كبير على الهاتف بغاو يتواصلوا معك في هذا الموضوع لان فعلا كيف ما قلت هذا المشكل تيوتر الاهل. تبقاو مخلوعين على وليداتنا، ناري ما تيتكلمش، يقدر يكون عنده مشكل، يقدر يكون عنده اعاقه، يقدر عنده كذا، يقدر يكون عنده كذا، ولكن هادشي كله قلنا غير بالصبر وضروري تكون مرافقه ديال الوالدين لان الجانب العاطفي مهم بزاف، وهذا اللي غناكدوا عليه في هذا اللقاء هذا ياك عثمان. فتفضل بخلاصه بسيطه نختموا الموضوع حلقتنا ديال اليوم. داكور، خلاصه بسيطه هنا غادي نبغي وجه واحد النصيحة للأباء. أباء غادي نقول لهم بأن عدد كبير تاع الولادات اللي كيجيو عندي عندهم تأخر في النطق. أيه. المشكل اللي عندهم سيكو الوالدين تاعهم ملي تزاد هاد الوليد هذا، الأم كانت خدامة والأب كان خدام، كيخليوه مع المربية والتلفازة. كافي مثلا كنخليوه مع المربية ولا مع الجدة ولا مع لا هاد العاطفة والحنان ديال الجدة؟ كافي؟ لا ما كافيش. لا حيت المربية عندها أشغل البيت. أيه. يعني غادي تمشي غدير هادي غدير هادي، الوليد فين غادي يكون في هاد الوقيتة؟ غادي يكون قدام التلفازة. أيه. التلفازة دابا عندنا واحد لو تيب تاع لي زونفو سميتهم لي زونفون تيلي. داكور، هذا واحد واحد تيبقى مصمر فحال الخشبه قدام واحد التلفازه تيشوف تصاور حركات اصوات وما عارفش شنو. فوالا دونك ملي كيوصل 3 4 عاد كنفيقو كنقولو ناري ولدي تعطل من الهضره. علاش ما كيدويش؟ هادشي كلشي راجع لهاد التلفازه هادي اللي كنا حاطين قدامها الوليدات. عندنا قضيه اخرى غادي نبغي نقول للوالدين، خاصكم تخصوا واحد الوقت للوليدات ديالكم، ولا بد تجلسوا مع الوليدات تخدموا معاهم. إلا كنتي في الكوزينه جيبي كروسه تاع وحده وجلسي وهضري معاه. فوالا كلشي كلشي كاع حنا خصنا نحطوا لا باغول على كاع هادشي اللي كنديروا. لي زاكسيون ديالنا كتبدلي حوايجو، يلا خشي يديك. حنا قلنا بالكيفيه ماشي بالكميه، يعني واخا يكون غير سويعه راها كافيه. ما بغيت نتواصل مع وليداتي. عطيك الخير عثمان، شكرا لك بزاف. انا كنورتي بلاتو لاله فاطمه عثمان العموني، اليوم اورتوفونيست او مروض النطق. اليوم تحدثنا عن هذا المشكل ديال تاخر النطق عند وليداتنا من 0 حتى 3 سنوات. ان شاء الله غادي يكون حلقات ايضا غادي نحاولوا نشتغلوا عليها عثمان.